من دون خطا اكرم جحنيت، يتقدم اكرم، يتقدم اكرم، يبحث عن باعوج، هذه فرصه، هذا الهدف الاول، هذا الهدف الاول، اوه الهدف الاول للاتحاد، فعلها مزيان بلمسه مزيان وبتمريره اكرم جحنيت، هدف اول للاتحاد بطريقة ممتازة. لاحظوا كيف تقدم، شاهدوا، استمتعوا بهذا الهدف بلمسة فنية ساحرة من مزيان. هذا الأداء طبعا نستشرف أداء ونتيجة وظهورا قويا للاتحاد، هذه فرصة، أخطر فرص للنادي الطوغولي، وهدف أول، أخطر فرص آسي كارا، وهدف تقليص الفارق يأتي في هذه اللحظات عبر أورو أيفا المدافع. لاحظوا الكرة، هناك خطأ دفاعي